الصوفية بيربوك على عقائد انه الشيخ ده الكل في الكل، عندك اي مشكلة الشيخ، المرأة ما ولدت الشيخ، دائرة الجنة برضو الشيخ، الاولاد ممتحنين الشيخ برضو، الرزق تعبان الشيخ، العربية اتكسرت الشيخ، اي شيء. فهمت كلامي ده؟ يا اخي في واحدين، الواحد بيتزوج اول ما يتزوج بدل يمشي على مرته يقول لك لابد اوديها للشيخ يبركها. اها دي كمان شرك وخيابه، ده شرك ومعه خيابه كمان. فهمت كلامي؟ ده كله من العقائد المنحرفه. عشان كده انت لو دار تفهم لماذا ترحب الولايات المتحده الامريكيه ترحب بالتصوف، ترحب لاتفاق العقيده. ما تقول لي هم لا يعتبروا انه التصوف من التسامح الديني. وين التسامح الديني؟ فهمت؟ ليه اعتبرت من التسامح؟ لانه التصوف ما بيمثل خطر على عقيده الولايات المتحده، على عقيدتهم ما بيمثل خطر عليهم. لانه الان الصوفي لما يكون بيعتقد انه الشيخ البرعي بينفع ويضر ويحيي الموتى كده، طيب هل زي ده ممكن يلاقي بطرس يناقشه يقول له يا بطرس انت ما تدري عيسى ابن مريم، ما تقول يا عيسى تنفعنا، وما تعتقد انه عيسى بينفع بضر. بطرس ما بقول له انت ذاتك ما تعتقد انه البرعي بينفع بضر، مش بدرينا معه كده؟ مش درينا معه؟ عشان كده التصوف ما بيمثل خطر على عقيده النصارى، ما بيمثل خطر عليهم، لانه الصوفي يناقش داخل يقول له شنو يعني؟ يقول له شنو يعني؟ يقول له ما تعتقد في عيسى؟ طيب انت ما تعتقد في الكباشي؟ نفس النظام ده. عشان كده الولايات المتحدة الأمريكية تفتح الباب للتصوف، لأنه عقيدة الصوفية تتماشى مع عقيدة النصارى. الحولية دي انت قايلها شنو؟ حولية بتاعت أبوك الشيخ، مش يقول لك 40 الشيخ؟ 40 ولا 30؟ 40 جابوها من وين دي؟ الحولية من عقيدة النصارى. النوبات دي وين؟ امشي خش الكنيسة، هذه بقى الكنيسة، امشي خش شوف النوبة بتاعتهم كيف. بس انت عارف حق ابوك الشيخ خضرة، ودي بتجيبها ملك ملونة كده، نفس الشيء. نوبة هناك فيه حجبات، الحجبات دي تقال النصارى ما عندهم، عم تشوفهم لابسين حجبات. بطرس عنده حجاب بجلد التيس، وابوك الشيخ بجلد غنماية، كل واحد في النهاية. فهمت الكلام ده؟ ولذلك انا لا استغرب من ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بالتصوف. ما كل شبهينا وتلاقينا، التعيس وخيب الرجا بيرحبوا بهم طوالي. لكن انا بسالك سؤال، هل الان ممكن احنا بشغلنا الشايف والتداك ترحب بينا الولايات المتحده؟ بترحب بينا احنا؟ بتفتح لنا مجال هناك نخش البيت الابيض؟ لا بيت ابيض ولا بنفسجي، نحن ما بننفع معاه، لانه نحن في النهايه دارين الناس يعبدوا الله، والصوفيه ده ما عندهم العقيده بتاعتنا دي. مش ناس امريكا براهم، امريكا ولا الشيوعيين بتاعين روسيا ولا الشيوعيين بتاعين الصين ولا جماعتك القاعدين هنا، كلهم دي ما بتنفع معهم. كونه يعبد الله براهم دي ما بتنفع مع الجماعه ده كلهم. لكن في النهايه نحن ربنا قال لنا كده، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. دي العقيده اللي احنا بنعتقدها. عشان كده ذلك خليهم يمشوا امريكا، يمشوا اي محل ثاني، احنا بنعتز باشياء زي دي ولا بامريكا. نحن لو ربنا وفقنا مرقنا من البلد دي بنعتز بالبلد الحرام، نمشي السعوديه. تمشي حاجا او معتمرا الى البيت الحرام، تمشي تتعبد هناك، ده الشيء احنا بنعرفه وانا بنعتز به جدا وبنفتخر به. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.